السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة إن شاء الله دائما وأبدا. اليوم رح نحكي عن موضوع إذا شخص عمل قناة على اليوتيوب جديد وكل الناس بتعرف إنه في شروط لحتى يحسن يحقق الربح من قناة اليوتيوب اللي حيعملها. هلا الشروط معروفة اللي هي إنه لازم تجمع 1000 مشترك و4000 ساعة. يعني الناس اللي بتفتح قناة جديدة لازم يعرف ويحط بباله أو ببالها إنه القناة لازم يجمع فيها 1000 مشترك و4000 ساعة. بعد ما يجمعوا هالألف مشترك وال4000 ساعة بيحسن إنه ياخد فلوس، بيحسن إنه يكسب مصاري من هالقناة، تمام؟ فرحنا رح نحكي اليوم عن موضوع إنه الواحد إذا ما حقق هاي الشروط خلال السنة يلي يوتيوب تعطيها للمنشئ القناة. يعني شركة اليوتيوب كل مين بينشئ قناة جديدة تعطيه سنة، بتقول له معك سنة، خلال السنة لازم تجيب 1000 مشترك و4000 ساعة مشاهدة، تمام؟ إذا جاب هون تمام أمور بخير، ما جاب هون شو بيصير؟ هلا في ناس ما بتعرف، في ناس شو بتقلك؟ بتقلك إنه أنا القناة عملتها وعم نزل فيديوهات وعم زبط أموري وعلى 24 كلها تمام. طب أنا خلال هالسنة هي إذا أنا ما لحقت وما جبت 1000 مشترك، ما جاء على القناة عندي 1000 مشترك وما جبت 4000 ساعة، شو بيصير؟ بيسكروا لي قناتي ولا بيرفضوها ولا بيقولوا لي إنه خلص لا تكمل فيها ولا شو بيصير؟ فأنا رح أقول لكم شو رح يصير. يلي حيصير القناة إذا أنت أو أنتي خلال سنة ما جمعتوا 1000 مشترك و4000 ساعة، بتضل القناة شغالة مثل ما هي وبتضلكم عم تنزلوا عليها فيديوهات وبتضلها مستمرة وبتضلها شغالة وما بيأثر عليها سنة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة، ما في عندكم اي مشكلة، تمام؟ بتضلها مستمرة القناة. بس شو بيصير لما افترض الواحد عنده 500 مشترك، تمام، وعنده بس 3000 ساعة، ما نجابه خلال هالسنة، ما نجابه، ما حسن يجيب 1000 مشترك ولا حسن يجيب 4000 ساعة. فشو جاب مثلا؟ جاب 500 مشترك و3000 ساعة مشاهدة، تمام؟ هلأ هذول 3000 ساعة يلي اجوا كيف بتصير للقصة ساعتها؟ بتصير القصة انه كل شهر بشهره، يعني احنا مثلا بشهر واحد، تمام، بشهر واحد لحنا جمعنا 100 ساعة مشاهدة مثلا 100 ساعة مشاهدة، تمام. بيجي شهر اثنين اذا لحنا لسه ما جبنا 1000 مشترك وما جمعنا الساعات كلهم، بينقصوا الساعات تبع الشهر واحد. يعني نحنا فتنا بشهر اثنين وشهر واحد لحنا جايبين فيهم مثلا 100 ساعة 200 ساعة يلي هني، تمام. اذا فتنا احنا بشهر اثنين وما انجابت الساعات، فبيروحوا بينحذفوا الساعات تبع الشهر الماضي، تمام. يعني كل شهر بيزيد بعد انتهاء المهلة، كل شهر بيزيد بعد انتهاء المهلة اللي هي سنة. مضى شهر واحد، اجى شهر اثنين، راحوا ساعات شهر واحد، لانه انت لسه ما جبت 1000 مشترك ولا جبت 4 ساعات. طيب فتنا بشهر اثنين، بعد ما فتنا بشهر اثنين جمعنا بشهر اثنين 500 ساعة، تمام، بس لسه ما اجى 1000 مشترك ولسه ما جمعنا 4000 ساعة، ما جبنا الشروط، تمام. خلص شهر اثنين وفتنا بشهر ثلاثة، اذا ما جبنا نحن الشروط بيروحوا ساعات شهر اثنين اللي هن 200 ساعة و 300 ساعة. يعني كل شهر بيزيد قد ما كان جاي ساعات، الشهر اللي قبله بتروح الساعات، تمام. هاي اذا ما كنت مجمع لا المشتركين ولا الساعات. هيك بيصير الموضوع طوال ما انت فاتح القناة سنة سنتين ثلاثة، ضلت على الحالة هاي ما عم يجي مشتركين، بيضل الموضوع مثل ما هو، كل ساعات الشهر اللي قبله بتفوت شهر جديد، الشهر اللي قبله بتروح الساعات، تمام. هاي شغلة تانية. قبل ما نشرح الشغلة التانية، رجاء اللي عم يشوف الفيديو جديد، إذا حضرتك جديد على القناة وعم تشوف الفيديو جديد أو حضرتك عم تشوف القناة جديد أو جديدة، رجاء اشتركوا بالقناة وعملونا لايك وشاركوا الفيديو. مثل ما كن شايفين القناة بحاجة دعم
ولسه مشتركين فيها الآن إذا سمحتوا. تمام؟ نرجع للخطوة الثانية. الخطوة الثانية، أنت جبت 1000 مشترك، تمام؟ وهالألف مشترك اللي جبت هون، تمام، بس جبت مثلا 3500 ساعة، بيكون ناقصة 500 ساعة، بيكون أنت هيك ما حققت الشروط. تمام؟ شو بيصير؟ بيصير بس كل شهر بشهره إذا أنت ما جبت الساعات بتروح الساعات تبع الشهر القديم. تمام؟ بس المشتركين ما بيصير لهم شيء، مشتركين بيضلهم مثل ما هن، حتى إذا كانوا 500 ولا 300 ولا 200 ولا قد ما كانوا، المشتركين ما بينقصوا إلا إذا كان في قنوات اليوتيوب هي عم تحظرها وتلغيها من عندك لأنه قناة مسكرة أو عليها مشاكل. تمام؟ أو إذا مشتركين لغوا اشتراكهم من عندك بالقناة. أما القصة ما بتأثر على قناتك، بيضلوا المشتركين مثل ما هن. تمام؟ بس الساعات يلي بيصيروا بينقصوا كل شهر بشهره إذا أنت ما لحقت تجيبهم. تمام؟ هي الفكرة يلي بدي أحكيها. طيب، فكرة ثالثة، أنا جبت 5000 ساعة بس عندي لسه 800 مشترك، شو بيصير؟ ما بيصير شيء، بيضلوا المشتركين مثل ما هن، بس تنقص الساعات تبع كل شهر اللي بيفوت، يعني كل شهر بيفوت تنقص الساعات لأنك أنت ما جبت المشتركين لسه، أو أنت ما جبت المشتركين. تمام؟ هي كمان فكرة. تمام؟ فالموضوع هيك بيصير، يعني هيك بتنحسب. فالواحد ما يفكر انه والله انه اذا القناة انا خلال سنة ما جبت 1000 مشترك و 4000 ساعة انا خلص معت قناتي راحت، لا، بتضل القناة، بس مثل ما قلت لكم بتضل على هذا الموال اللي قلت لكم عليه، ما اكتملوا المشتركين، اكتملوا الساعات، بتضل القناة عم يروح منها ساعات لحتى يكتملوا المشتركين، اكتملوا المشتركين وما كملوا الساعات، بتضل القناة هيك لحتى يكتملوا الساعات. فهذا هو النظام تبع اليوتيوب. يعني انتو وقت تعملوا قناة ما في مشكلة، بتضل معكم سنة سنتين ثلاثة عشرة اللي هن. طبعا ان شاء الله كل اللي عم يسمعوني وانا منهم ان شاء الله، الله بيكرمنا بإذن الله، ما بنحتاج ان نوصل للسنتين وثلاثة يكون لسه ما عنا المشتركين وما عنا مجمعين المشتركين. ان شاء الله ربي بيكرمنا وكلياتنا بنحقق كل امانينا ان شاء الله، ومنجيب كل شيء بدنا اياه باليوتيوب من مشتركين من ساعات من نجاح من كل شيء ان شاء الله. تمام؟ بتشكركم لحسن المتابعة. هذا الفيديو كان تبعي لليوم، حبيت بس والله اوضح لكم الفكرة. رجاء لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتعملونا لايك وتشاركوا الفيديو. بتشكركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.